المتسابق محمد زكريا من بنغلاديش فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. يا أخ محمد زكريا ابدأ ابتداء صحيح من أول قصة موسى شوي قبل بسطرين ولا بعد شوية حتى يكون المعنى صحيح. وقال موسى يا فرعون نفس وقال موسى قبل بآية وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإن
إنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حسبك وبارك الله فيك. صدق الله العظيم.